بصفتي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، أدينه بشكل قاطع محاولة الانقلاب العسكري فجر اليوم، كما تدين الأمم المتحدة أي محاولة سواء كانت انقلابية أو غير ذلك لتقويض عملية الانتقال السياسي الديمقراطي والطبيعة التعددية للدولة كما جاء في وثيقة الدستورية. كما ترفض الأمم المتحدة أي دعوات إلى القيام بانقلاب عسكري أو بتبديل الحكومة الانتقالية لحكم عسكري. أكرر التزام الأمم المتحدة المستمر بتقديم المساعدة والمشورة ودعم للحكم المدني الشامل في السودان، وأريد كذلك تأكيد على ضرورة استمرار جميع أصحاب المصلحة بالتزام بالعملية الانتقالية الشاملة وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في السلام والاستقرار والديمقراطية. وشكراً.